السلام عليكم. إيش الاجتماع الطيب هذا؟ الكثير أنا بكلم بالعربي حتى لا هو عوي بس أنا داري الكثير. لا تلقوني من وراء هذه ولا أقرب شوية. خلاص تمام. الكل لنا سليم نتمني اليوث سنتر للشباب حقنا. وما احناش بالنا نستغلي من العقال حقنا. احنا بسعدهم. ما وصلنا لحد هذا إلا بسعدهم. الأولين تعبوا. بالفارق بالجنتة وغيرها وصلونا للحد احنا به الان تشكرهم الجميع انا اقدر اسميهم من اليوم لا بكره بس نشرع بالقنصل حقنا منصور المليكي عمنا احمد ابو زيد عمنا نص سماحه والله الصيد معهم كلهم من زمان مع القاليه ما فلتوناش من زمان نشكرهم كلهم الآن الفاونديشن موجود. أنا الآن بقعتوا بالوسط لا مع الجيل الأول ولا مع الجيل القديم. بس عشت معاهم الجميع. أنت وأحمد محسن. أنا وأحمد محسن. عشنا معاهم الجميع وإحنا دارين بالحلا والباطل. الشباب حقنا لما انتبهناش عليهم الآن بيضيعوا من يدينا. إحنا عملنا اليوث سنتر هذا علشان شبابنا. وفعلا بنستفيد منه حتى العقال. معهم الشباب بيجمعونا. على ما كررت وكم مرة تكرر إن شاء الله نخلي السياسة والاختلاف دي بيننا بالبيت ولا بالباب اليمن ولا باليمن ما لو منها السياسة إن اليمن حقنا صالحة مكانتها بلادنا وما ننسيها وما ننسي شعبنا وما ننسي المساكين نرجع على موضوع اليوث سنتر هذا اليوث سنتر هذا بيكون ندرس عربي بيكون ندرس إنجليزي بيكون معانا سبورتس بيكون معانا العقال كلاسز بيكون معانا للنسي كلاسز بيكون معانا ساكر فيلد بالوراء وإن شاء الله إحنا مشرعين بدي معانا بس بنوسع بس مساعدتكم الكثير كانوا يقولوا ما عملتمناش أي شيء ولا سويتمنا أي شيء أنا نسيت ما نشكر الرئيس فواز الرياشي إن شاء الله كلنا نشكر فواز ونصفق له تسبيح جميل من يمشرع على الاتحاد السنتين هذا فواز الرياشي كان يقول ضروري يوث سنتر لا تفكروا ما دور عينا كم من عمار عينا كم من محلات ما سبرينش بس نشكر عبد القرين وفواز اشتروا العمارة هذه للجميع الآن بمساعدتكم بمالكم وتعبكم ووجودكم إن احنا نوسع اليوث سنتر هذه وقد ببلان ان احنا نخذ واحد من العمار دي جنبنا ان شاء الله بس بمساعدتكم الكثير بيقولوا ما عملتمناش اي شيء لا ندي ما شفناش وين الفلوس وين المسمار الان ما تشوفوا بس لا تقصروا مع جهالكم دي ما يقدرش حتى يساعد سجل ابنك ودوه للمحل هذا معهم المركز هذا بيخلي شبابنا بيدرسوا بدل ما يضيعوا بالشوارع معهم الان انتم دارين الكثير يوم يخرجوا من المدارس ما عندهمش محل يروحوا خذوا من وقتكم خذوا ساعة ساعتين الأمريكيين شغالين طول حياتهم لعيالهم احنا مشكلتنا انا الاول ما درست لا عربي ولا انجليزي درست بالهاي سكول وكل بالشوارع بعدين بس انا بدي لكم الصف بس الحمد لله كل واحد يجي وقت يرجع عقله ما ضعناش للنهاية وين فلتنا عائلتنا وفلتنا بيتنا الآن الجيل الجديد لما انتبهناش عليهم بيجي ناس آخرة بيتبوا عليهم وبنضيعوا من يدينا نشتي ندخلهم التقاليد حقنا الطيبة مش التقاليد السلفيين ولا صلاحين ولا حوثيين وغيرها التقاليد الصح المهم نشكر الجميع ونشكركم على الحضرة الجميع هذا وإحنا تحت أمركم أنتم اسألونا ولا تدلنا أي رأي وإحنا مستعدين هذا اليوث سنتر حق الجميع مش ملك اي حدا وشكرا لكم